مرحبا. بداية أخبارنا مع خبر مش كتير بيطمن عن واتساب، من بعد ما قام مجموعة من الباحثين الأمنيين بإصدار تقرير عنه أكدوا فيه أنه بالإمكان إنشاء نسخة مخترقة من واتساب بيتمكنوا من خلالها من تغيير محتوى رسالة أو تغيير اسم المرسل، وبالتالي تحوير الرسالة بشكل كامل. وهالشي برغم من ميزة التشفير end-to-end يلي قامت فيها واتساب لمنع أي اختراق. خبر الجيد أن واتساب ما كتير اعتبرت الموضوع مشكلة حقيقية كونها بعدها بمرحلة النظرية وما حدثت مع عالم عاديين، ولكنها أعلنت أنها رح تقوم بإزالة جميع المستخدمين يلي بيقوموا باستخدام إصدارات مخترقة من واتساب. ننتقل للسعودية مع مقاطع فيديو انتشرت بشكل كبير للوليد بن طلال هو وعم يقوم بالتسوق داخل متجر للخضار، وأيضا هو وعم يتجول بطرقات الرياض على متن دراجة هوائية والمرافقين محاوطينه كأول ظهور له من بعد لقائه بولي العهد محمد بن سلمان، الشيء اللي أثار إعجاب وجدل كبير بين الناشطين يلي بعضهم اعتبرها خطوة جيدة رجع فيها لحياته الطبيعية، ولكن آخرين اعتبروه مجبر يعيش بالرياض بعد ما منعوا الأمير من السفر. أما آخر أخبارنا فهو مع فيديو على فيسبوك حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة لأب من تايلاند قام بلبس فستان خلال احتفال لعيد الأم بمدرسة أطفاله، بيقوم فيه الأطفال بالركع عند قدمي أمهم كتقليد لشكرى على كل شيء عم تعمله معهم، إلا أنه هالأب كان عم بيعاني من انفصال زوجته عنه وسفره لأوروبا، وبالتالي عدم حضوره هالاحتفال مع أطفاله، فما كان منه غير أنه قرر يلبس فستان ويؤدي دور الأم لأولاده حتى ما يحسوا أنه في شيء ناقصهم ليحصد إعجاب ودعم كبير من الناشطين يلي تأثروا بشجاعته. ومع هالخبر أنا بدي ودعكم، لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي.